أبو بكر البغدادي يقوم باغتصاب كل فتاة ثم يقومون ببيعها لغيره. لا يوجد واحدة تخرج من بيته دون أن يقوم باغتصابها. كأنها واثقة من نفسها وكأنها بريئة ولم تفعل شيئا. إذا كانت كما تقول بأنها تحب الأيزيديين، كان يجب عليها أن تحاول تخليصهم. لم تسأل أين عائلتكم، لم تقل لإحدانا أعطني رقم هاتف أهلك حتى أوصلك إليهم، لم تذكر بأنها كانت تضرب الفتيات الأيزيديات 24 ساعة. فرقت الأطفال عن أمهاتهم، كنا نخدمهم 24 ساعة. كان كله خوف، كل هالدرب، لما نحن كنا بنات وحدنا خاصة كنا نخاف، ما نعرف شيء، ما نعرف شنو يعني يبيعون البنات، كنا نعرف شيء خلاص. فكلها خوف وبكي، ونحكي على أهالينا لما أخذوا أهلنا، يعني طفل 4 سنوات أو 9 سنوات يأخذون من أمهم ويغتصبون، هذا الشيء. لما أخذوني من أهلي، يعني أخذوني من أهلي وأنا صغيرة ويتضاربون بأمي.